هذا ومن المقرر أن يتم استئناف جولة جديدة من محادثات السلام السورية في جنيف بعد توقفها لعشرة أشهر. وقد قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحفي عقد في جنيف أمس الثلاثاء، قال إن جولة جديدة من محادثات السلام السورية ستجرى على أساس القرار 2254 الذي مرره مجلس الأمن في ديسمبر عام 2015 من أجل مناقشة العملية الانتقالية السياسية السورية. وقال مستشار المبعوث الخاص إن هذه الجولة من محادثات السلام ستركز على ثلاث مواضيع. الأول هو بناء حكومة انتقالية موثوقة متسامحة وعلمانية، والثاني هو صياغة دستور جديد ووضع جدول زمني له، أما الثالث فهو ضمان شفافية وعدالة الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة تحت إشراف الأمم المتحدة.